عسلامه. عسلامه. صافا مدام؟ لاباس عايشك. بنتك قداش عمر؟ 8 سنين. 8 سنين، وانت قداش عمر؟ 46. 46. باهي، الكبيره ولا الصغيره ولا؟ هي الصغيره بكل. باهي، الصغيره بكل. نجم نسال قداش عندك صغار؟ اي عندي اربعه. اربعه صغار، ما شاء الله. ايا. كبير بالكل قداش عمر؟ 19 سنه. 19 سنه، باهي. في الدار مع بعض كيفاش عاملين؟ باهي، بين بين. مرات يحبوا بعض ومرات يتعاركوا في الدار. كل مره عندي الصغير بكل، ديما هو هذيا كي الفار والقطوس، الصغير بكل ديما لا ديما نجي نكلمه يقول لي خاطرك انت تحبها اكثر مني انا. يغيروا منك؟ يغيروا. اي يغيروا. به علاش بركه هو الصغير بركه اللي اكبر منها هي بشويه؟ ماني سنين ما بيناتهم محسوب. غير منها؟ غير منها. يقول لي خاطرك انت تحبها برشا. توا باش نسالك على تربيه الصغار. اكيد من 19 سنه ل 8 سنين فما مارش نتاع عمر كبير شوي. كيفاش نجمت تربيهم او ميم طون؟ يعني كل وقت نعرفوا ياخذ وقته، مش وقتها هي مش كيما وقت اللي قبله. دونك كيفاش؟ والله تربيتهم شغلك مش صعيبه برشا برشا، فهمتني؟ بحكم هما مصلي على النبي على رؤوس بعضهم، فهمت؟ ما حسيتش بتربيتهم جمله. كيف اي توا كي كبروا شويه متعبيني. كل واحد وكل واحد شنو يخمم، كل واحد شنو يحب، معناتها كل يحبوا كل شيء، فهمتني؟ التليفونات هذيك فهمتني، قصنا التيكيات زاده هذوك ما تجي، فهمتني؟ شو اقول لك انا تعب هذايا ما الحق نتاع ربي مش متعبتني جمله. تربيت البنات صعيبه اكثر ولا الاولاد؟ لا البنات، البنيه هذيا بركنا لما حال عندي، اما مش كيما الاولاد صراحه. هذيا تفهم تسمع الكلام، فهمتني؟ من الكلمه الاولى تفهمك. حكم الاولاد نصلي على النبي تعب. كيفاش تعب الاولاد؟ ايما طلباتهم مثلا، طلباتهم به تليفونه مثلا ضاع تسرق، توا تجيب له تليفون واحد اخر ما فهمش، ما كانش ما نكملش نقرا، معناتها معناتها وصلوا يهددوا فينا اقل حاجه، فهمتني؟ كيما عندي ولدي الاخر تليفونه نحوه له بركاج، فهمتني؟ طلب علينا تليفون والله العظيم تخسرنا غسره لي، وشرينا له تليفون باش يقعد يقرا على روحه. يعني قال لكم ما تاخذيش تليفون نخرج من القرايه؟ طبيعي عندي الصغير توا بلاش تليفون، يحب تليفون توا، البكا الغريد كل شيء، معناتها توا توا جي بو يقول له توا بشوي بشويه تتبدل الاحوال وكل شيء، توا نشري لولجي، فهمتني؟ متعب تعب متعبين بحكم الذكوره يتعبوا برشا. يقولوا اللي الوليد يميل ياسر الأم والطفلة تميل برشا لبوها، صحيحة هذه ولا؟ هذه صحيحة، أنا بحكم شاهد تميح لبوها. إي ديما مع بوها؟ ديما يعطي فيها الثقة مش نورمال، فهمتني؟ يحبها. والوليد عندي ولدي الكبير أنا، زادة ما يميح لي أنا، كل شيء يحكيهولي، فهمتني؟ ولدي زادة كلهم يحكيولي، ريت أي حاجة كاتسير لهم يحكيهولي لي أنا، ما يحكيهوش لبوهم. خبيو اي خبيو اي انا خبي عليهم زاده أه؟ انا زاده يعني تعسه اي لا نخبي عليهم باش ما يضربهم، مش خاطر هو كي يضربهم صعيب. في ربيه قلت لي البنات معناها احن من الاولاد يفهموا اكثر، معناها مش كيما الاولاد. لكن من بعد كي يزيدوا يكبروا طلبات شكون اكثر؟ طلبات الاولاد اكثر من البنيه. البنيه تحس بيك، البنيه ما تطلبش حاجه معناتها مستحيله. البنيه لا تعذر امها تعذر بها تعذر، اما الوليد يحب كن فيكون هكا. توا قلت لي انت، قلت لي مثلا اربع صغار في وقتنا هذا، كيفاش المصروف؟ كيفاش نحاولوا نرضيوهم الكل فرد وقت باش ما يتغشوش باش ما يغيروش باش ما تميز هذا على هذا؟ يلزمنا نوفروا لهم. انا عندي حاجه بركه توا ثلاثه الزوز كيف كيف عندهم تليفوناتهم امورهم واضحه. الصغير بركه، الصغير بركة يحس كيفاش هما عندهم تليفوناتهم وتشري هذاك وتشري هذاك. الصغير لا نقعد انا معناتها حايره باش انا هذاك نوفر له اي حاجه، مثلا انا تبدا عندي ماذا بين نعطيها له اللي هو قبل باش ما يحسش من خويته، يولي غير من خويته يوليو يتعاركوا يولي يحقدوا على بعضهم، فهمت؟ دونك انا نوفر ماذا بيا الصغير نعمل له حاجه وكاهو، ماذا بيا معناتها نوفر ما بيناتهم وكاهو. حنين على اختهم نتصور هك فرحانين باختهم يحبوها الحق نتاع ربي، الاخرين يحبوها. عندي الصغير
يغير برشا. قداش عمره هو؟ راهو يحبها مش ميحس. ساعات نجي نلقاه يبدا يبوس فيها. نقول له غريبة فيك، يقول لي يا أمي ما تخوش علينا. قداش عمره؟ عمره 15 عام. أي ما بيناتهم 8 سنين معناتها. يقول لي أمي هكاك ألا غال. يبدو هكا يبدا يهبش فيها ويجبدها كل شيء. وهي زادة حتى هي زادة تضرب. مش ناقصة؟ لا مش ناقصة، لا لا لا. تقول لي يا أمي غلب عليا. خاطر مسكينة البنية مرش، نحسها جناحها مكسور ولا كيفية، تحسها مسكينة أقل منه هو وكها. أنا ساعات نقول له يا أخي أنت علاش أنت أقوى منها معناتها، خاطر كنت أكبر منها. يقول لي قول لها تبعدني أنا نبعدها. أما هو روى وهي ما تعمله حتى شيء، يجبد هو بالعيب. إيه نعرف اللي البنات معناها امبوسيبل مثلا تعمل حاجة ولا تتلكش. الأولاد نعرف يتلكشوا، نعرف عندنا الأولاد في الدار ونعرفوا الأولاد يتلكشوا على الطفلة أكثر. اي امبوسيبل. تحب تبدا تقضي معايا راه في الدار، قول يا ما نغسل لك الماعون. انا ما نحبش. اي تغسل الماعون، قول لها ليه قرايتك اقرا لي بركه يا ما. انا نلقاها ساعات نبدا في الكوجينه، انا نلقاها خملت الدار. اي تكنس تخمل تعمل، نجي نشوف نلقاها زي كملتها بارك الله. كمل منها تمشي تعطي تعمل دروسها، ما فماش هذه يقولها برا اقرا دروسك. يعني الطفله عندها روح في الدار، تحب تدور مع امها، تحب الطيب، تحب تدخل الكوجينه، تحب تنط. راني في هذه مقصره، راني نحبها بالحق اكثر من الاولاد. كيفاش؟ البنيه معناتها ربي تعاملني بها وكها. انا فهمت، كنت انا معناتها عندي ثلاث صغيرات برك، فهمتني؟ بحكم الطبيبه قالت لي مدام راك ما عادش تجيب الصغار. معجزه معنا. معجزه. اي قطي رمضان ما عادش تجيب الصغار. قلت الحمد لله عندي ثلاثه وليدين والحمد لله. كي عطاها لي ربي فرحت. انا عند امي بنيه برك. وجاتك انت بنيه برك؟ حاشا عينيك خمسه اولاد. كي جاتني هي من عادش تفتحت لي الدنيا كلها. شو نقول لك، بدلت لي عيتي كومبليتمون. ماما اي قداش تحب؟ برشا. قداش البرشا؟ قداش؟ انا راني مخي لو نمشي معك مش مع الصغار. قدش تحب؟ قدشني اسمع، ما تقوليش قد السماء وقد البحر، زي ما كنا نقولوا فيهم نحن واحنا صغار. قدشني برشا. قديش؟ قدشني مثلا شبه لي بحاجه، شوف حاجه هكا واعطيها لي. قدشني مثال، اعطيني مثال. اي قدشنا ولا بحر الجبل؟ أسمع. فما السماء وفما البحر وفما الجبل، قداش؟ قد الجبل. قد الجبل، الجبل اللي في الدنيا دي الكل. اي حب عملاق هذا، مش كبير مش طويل، هذا حب عملاق. صلى ربي يخلي لك ماما. شنو تقولها ماما؟ ساي نحبك برشا. نحبك برشا. صحيح. شنو نخليك كلمة الأخرانية لك أنت؟ والله يا ربي يبقي الستر عليهم وبقي الستر على بلادنا، هذه أول حاجة. وماذا بيا تونس بخير والله، خلنا نعيشوا كل عبيد كي خلق ربي، باش نعتزوا ببلادنا. ما كانش يراو ما عادش معناتها ما عادش الكلمة ما نحبهاش لا محالة. نحب نفرح ببلادي، نحب مع بصراحة ما عادش عايشين في هالبلاد، فهمتني؟ وكها وشغل، وربي بقي الستر على وليداتنا وربي ينجحهم الكل إن شاء الله وكها.